انضم إلينا من رام الله ضيفي السيد أحمد زكارنا الباحث في القضايا السياسية. أهلين يا سيد أحمد بك على شاشتنا الغد، وأنا سعيد جدا بالتواصل معكم صراحة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أخي محمد، وصباح الخير لجمهور مشاهدينك لك. لماذا تقدم الدكتور إشتية بالاستقالة سيد أحمد؟ الدكتور إشتية ذكر فيما ذكر في قرار أو خطاب الاستقالة بأن يعني واقع الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يفرض مهام جديدة وتحديات جديدة. تقول بأن الحالة الوطنية بحاجة لهذا الاستحقاق، وهو استحقاق يطالب به الفلسطينيين منذ سنوات، وتضغط وتتحجج به الحكومة الإسرائيلية، وتضغط من أجله الإدارة الأمريكية والحلفاء الغربيين بشكل أو بآخر. لكن الإشكال الحقيقي في مثل هذه الحكومة الجديدة أو المتجددة لنسميها ما شئنا، أن نجاح هذه الحكومة من عدمه مرهون بشبكة أمان مزدوجة، الأولى وطنية والثانية لربما تكون إقليمية دولية. بمعنى آخر أن المشكلة الأساس أن أي حكومة فلسطينية هي في نهاية المطاف ستكون وستبقى قيد وتحت نير الاحتلال، وبالتالي إن لم يكن هناك يعني إرادة. هل تسمح لي بتأجيل هذه النقطة برهة من الوقت قليلا؟ يعني سيد أحمد سأتحدث معك عن هذه الحكومة الوليدة الجديدة أو المتجددة، حكومة التكنوقراط، وإلى أي درجة هي قادرة على تسلم المهام في وقت حساس للغاية. لكن سؤالي، كما جرت العادة في كل دول العالم، تقديم الاستقالة للحكومة يكون مرهون يا سيدي بضغوط داخلية، بفشل اقتصادي أو سياسي، بارتفاع في الأسعار. أي حجة بتأتي على ذكرها عملية التأجيج في الداخل الشارع الداخلي، وبالتالي تتقدم الحكومة باستقالاتها دليل على الفشل؟ لكن في هذه الأمور التي نحن بصددها، هل هناك إملاء خارجي على الدكتور إشتية لتقديم الاستقالة، أو على الرئيس أبو مازن لتقديم الاستقالة من الحكومة؟ أي أنه بيمر على الرئيس فيطلب من رئيس الوزراء فتتم عملية الاستقالة؟ إن كان الأمر هكذا يا سيد أحمد، هل هذا دليل على فشل هذه الحكومة في التصدي للاحتلال، للانتهاكات، للجرائم، لكل المشحنات وعمليات الاعتقالات أو الاقتحامات أو المداهمات سواء في الضفة أو في غزة بخلاف العدوان؟ يعني أنا أرغب في التدقيق في هذه المسألة. لما الآن؟ جميل. لما الآن بعد 5 أعوام؟ جميل. أولا لنتفق مبدئيا على أن الحالة الفلسطينية حالة استثنائية لا ينطبق عليها ما ينطبق على الحكومات الطبيعية في دول الإقليم أو في أي مكان من على وجه البسيطة. وبالتالي نحن نتحدث عن الاستثناء، وفي هذه الحالة الفلسطينية لا يوجد ما يسمى بالإملاء بهذا المعنى الواضح والصريح. هناك ضغوطات لربما، ولكن ليس بمعنى الإملاء بهذا الشرط. ضغوطات من من؟ التغيير. نعم؟ من من؟ الضغوطات من من؟ ضغوطات من كثير من الجهات سواء داخلية أو خارجية. هناك استحقاق بالأصل، كل 4 سنوات يجب أن تتغير الحكومة. إن كان هناك مجلس تشريعي قائم فتقدم له الحكومة الجديدة يعني أوراق اعتمادها، وبالتالي هكذا يقول القانون. ولذلك نحن نتحدث عن الاستثناء، نحن لسنا في حالة. لماذا لم يتقدم الدكتور إشتية بتقديم الاستقالة مع بداية العدوان على أهلنا في غزة؟ لماذا لم يتم تقديم الاستقالة مع كل هذا الكم من الضغوط على وكالة الأونروا ومنعها من إيصال المساعدات الإغاثية أو الإنسانية إلى المحتاجين سيدي؟ لماذا الآن مع قرب التوصل إلى إبرام صفقة؟ لماذا؟
أيضا يجب أن ننتبه أخي محمد أن هناك مهام رئيسية للحكومة لا ترتبط بشكل واضح وصريح بالمهام السياسية. في الحالة الفلسطينية أيضا ليست من أدوار الحكومة أن تقوم هي بالتصدي للمسألة السياسية وتحديدا مع هذا المحتل. هذه من مهام منظمة التحرير الفلسطينية بكل قواها السياسية الفاعلة، وهو ما يرتبط بالأداء السياسي الفلسطيني برمته سواء المقاوم أو المفاوض. وهنا الأمر أيضا مختلف واستثنائي، وبالتالي ما تريد حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية أن تتحجج به أن تكون هناك حكومة أو سلطة متجددة. هذه الفكرة المتجددة ما بين مزدوجين يريدون بها أن تكون الدور الأساسي لهذه السلطة هو دور أمني، وهو ما يرفضه الفلسطيني بكل حال من الأحوال. ما يريدونه بعد هذه الجولة من المواجهة أن تقوم هذه السلطة بالعمل على الملف الإغاثي، على الملف الإيواء، على ملف إعادة الإعمار، وبالتالي لا نتحدث أيضا عن المسألة السياسية. وهنا تأتي الإشكالية الأساس. طيب سيد أحمد، أنا أرغب في قدر أكبر من الصراحة أو الحقيقة صراحة يعني، ودعني أتلمس معك خيطا مما قاله الدكتور أيمن الرقب، وبالتأكيد حضرتك تعلم أنه كاتب ومحلل سياسي ومفكر فلسطيني كبير، وقال في تعقيبه على مسألة تقديم الاستقالة في هذا التوقيت المهم أو الحساس سيد أحمد، قال ربما هناك من الأسباب: واحد، إنجاح جولة الحوارات الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، هذا أولا. النقطة الثانية أو السبب رقم اثنين هو أن تكون هذه الأمور بناء على ضغوط أمريكية، وهو ما لا يصب في صالح الفلسطينيين. يعني أنا أتلمس هذه الخيوط للتدقيق مرة أخرى على التزامن، الدلالة الزمنية في تقديم هذه الاستقالة، وهنا أربط الأمر بما أرجأته منذ قليل وهو الحكومة الوليدة يا سيد أحمد. هذه حكومة تكنوقراط. السؤال: الاحتلال ما زال موجود، الحصار ما زال موجود، إسرائيل ونية إسرائيل وهدف إسرائيل، كل هذه الأمور موجودة على الميدان. هذه الحكومة الوليدة الجديدة يا سيد أحمد، هل هي قادرة على التصدي لسيناريوهات إسرائيل سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية، أو هي لها مهمة محددة جاءت من أجله؟ هذا هو السؤال تحديدا أخي محمد، ولكن لنفصل الأمر قليلا. في تعقيب دكتور الصديق أيمن الرقب تحدث عن إتاحة الفرصة لمحادثات موسكو، وأنا أتفق معه في هذا. نعم، وأنا أتفق معه تماما في هذا الشأن. هنا لماذا التوقيت؟ لأن هناك أسباب متعددة، منها هذه المحادثات، ومنها الضغوطات الخارجية. والأهم من هذا وذاك أن هناك استحقاق بكل الأوضاع، تحدثنا عنه قبل قليل، كل 4 سنوات. ولكن الإشكال يكمن في الإرادة السياسية. إن أردنا لهذه الحكومة أن تكون حكومة وظيفية تقوم بعملية الإغاثة والإيواء وإعادة الإعمار، فقد تنجح بشكل أو بآخر وبشكل جزئي في قطاع غزة على وجه التحديد. ولكن إن أردنا لها أن تكون حكومة فلسطينية للكيانية الفلسطينية المقبلة، فهنا نحن بحاجة لشبكة الأمان التي أشرت إليها قبل قليل. هي شبكة أمان دولية وعربية، بمعنى أن تستطيع هذه الحكومة التصدي لمخططات الاستيطان في الضفة الغربية، تستطيع هذه الحكومة التصدي للقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية سواء الشخصية أو العامة، تستطيع هذه الحكومة أن توقف التوغل الإسرائيلي الجاري حتى اللحظة في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية في كل لحظة. وبهذا المعنى لا يمكن لأي حكومة في العالم ولا لأي رئيس حكومة في العالم أن يستطيع أن يسير مهام حكومة
تقع تحت الاحتلال بهذا الشرط. إن أرادت الإدارة الأمريكية والمجموعة العربية أن تكون هناك أو يكون هناك أفق سياسي، يجب مباشرة بعد تشكيل هذه الحكومة أن تعترف أولا الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتجهيز